حياكم الله وياي في حلقة جديدة من لوج. طبعا الوضع شوية كلاسيكي فبقول لكم السالفة ليش كلاسيكي؟ لأن أغلب مشتركين القناة عندي خصوصا القدامى قاعدين يلحون علي إني أرد صيغة لوج بشكل كلاسيكي كما بدا تدوين صوتي. بس عموما هذا الموضوع راح بعد أتكلم فيه من ضمن موضوع الحلقة هذه اللي هو عن قناة ريد فوكس زيرو. طبعا في اشياء راح اتكلم فيها خلف الكواليس واشياء واجد انتم ما تدرون فيها فخلكم وياي دبرولكم قهوه دبرولكم اي شيء بارد او اي شيء حار وقدوا استمتعوا بالبرنامج هذا اذا كنت تسوق بالسياره طالع دربك بالسياره عدل وان شاء الله توصل مكانك بالسلامه عموما عن قناه ريد فوك زيرو خلونا نتكلم عن اشياء واجد تخص القناه ممكن في بعضكم ما يعرف شنو اللي قاعد يصير خلف القناه او الاشياء اللي قاعد تصير خلف القناه بداية خلوني أمشي وياكم على النظام آه ساعة زمنية كذي يوم رجعت القناة وقاعد أنزل فيديوهات تقريبا أسبوعين قعدت أو أسبوعين ونص قاعد أنزل محتويات آه بشكل يومي ابتداء من الأحد إلى الخميس وكان بالعكس العمل ممتع حلو ومريح بالنسبة لي يعني مع توفر الأدوات الجديدة اللي عندي هذه وهم بعد في أغراض إن شاء الله جاية راح أتكلم عنها بعد شوي عموما آه اشرب لي فنجال واكمل لكم شنو اللي صار. مثل ما ذكرت لكم ساعة ثمان ونص فيديوهات جديدة وكنت ماشي على المنهج هذا طبعا يعني انا ذهبت فيديوهات يعني عديدة انها تكون يعني تغطي اسابيع وتغطي يعني ايام وتغطي المدار يعني ثلاثة شهور لكن في بعض الفيديوهات يعني ما عجبتني قررت اني امسحها في بعض الفيديوهات خليتها قلت بوفرها لوقت ثاني يعني في بعض الفيديوهات الى الان شغال عليها مثل ما ادري بعطيكم سبويلر بسيط شغال على فيديو يخص جهاز صخر وكذلك هم بعد شغال على فيديو مراجعة مان اوف ميدن اللي هي ذا دارك بيكتشر انثولوجي خوش لعبه للامانه يعني انا راح اشرح فيها اشياء واجد معينه مو بس اللعبه راح اتكلم عن شيء واجد بس يعني بالاسبوعين ونص هذي حصلت حالة وفاة عندي فاضطريت اني اوقف شوية القناة أنا الله يرحمها خالتي توفت وكان يعني شي مزعج بالنسبة لي اني يعني ارد يعني اكمل واسوي هذا اعطيت نفسي يعني فترة بسيطة بس الين صار الشيء اللي ما كنت ابدا اتوقع انه راح يصير بس ثاني وحدة ارفع المكيف فوق شوي أساس ما يسبب لي برد عندي هني محطة الفضاء الخارجي اي نعم في مكيف بالفضاء الخارجي انا صار في تسريب من جوجل تسريب من جوجل هذا طبعا طلع الملفات وطلع الالغوريثم وطلع يعني اشياء واجد وطبعا يعني بعد ما شفت هو يتعلق بالالغوريثم الامريكي لكن هو مقارب للالغوريثم العربي لان اوريدي يمكن حوالي في ست خوازم بالعالم حق جوجل وطبعا كل خازم يختلف عن خازم ثاني لكن كل خازم يستعير من خازم ثاني شغله فهني تقريبا الجنون وطبعا الكلام اللي قبل كنت اسمع من اداره اليوتيوب انه ترى احنا ما لنا دخل بالالجوريثم الالجوريثم هو اللي يحدد ويشوف ويطالع ولو الاخير طلع في تحكم بني ادم يعني يدير الالجوريثم هم بعد او يقرر شنو يسوي الالجوريثم حق الاسبوع هذا وكذي ففي يعني في هم بعد يعني اشياء واجد قاعد تدور طبعا بعد ما طلعت على العده وشيكت على الاداء اوريدي تواصلت يعني مع ناس مختصين بالمساله هذه وقعدت اتكلم وياهم وقلت لهم يعني ليش كذي شلون كذي وشلون صار الوضع كذي يعني اوكي يعني ايام وانا قاعد اشتغل على سراب أو مو على اساس المشاهدات ولا الامور هذه لكن انت ودك انك تنعش القناه عندك ودك انه يشوفون تقريبا المشتركين شنو انت قاعد تسوي بالوقت الحالي مع العلم أن في عندي مشتركين واجد في مشتركين هم بعد اقدر اسميهم حسابات ميتة يمكن لان فعلا هم اشتركوا من فترة طويلة او من يعني زمان طويل ومو بس عندي الشيء هذا عند كافة يعني اغلب القنوات اللي يعني تنزل فيديوهات بشكل يعني مستمر خصوصا تحصل لهم فيديوهات يعني بالاسبوع يعني لا تقل عن ثلاث إلى أربع فيديوهات فيكون عندهم الوضع مختلف شوي إنه عندهم 250 الف مشترك لكن عدد المشاهدات ما يتجاوز يعني فترة اطلاق الاسبوع باول اسبوع له فترة اطلاق الفيديو ما يتجاوز تقريبا الالف الفين وبعدين يعني يظل يحصد تقريبا مشاهدين هذا اللي تقريبا صاير عند كل القنوات وهذا الشيء انا متاكد من عنده 100% يعني تكلمت مع بعض القنوات وسالتهم يعني عن بعض الاشياء وانا من باب التحقيق فقط يعني حاب اني اتاكد واتحقق من الشيء هذا. قبل ما كنت اصدق كلمه علاء ابراهيم اللي هو صاحب قناه ديفل ستيشن يوم قال ان في مشكله باليوتيوب، اليوتيوب هم اللي يختارون من يرقون، اليوتيوب هم اللي يختارون من يسوون، اليوتيوب هم اللي يختارون كذي. ومن بعد يعني قال الكلمه هذه اللي هو طبعا مشهور المنصه هذه بكبرها اللي هو بي دبي الحين وصل مليون مو مليون تقريبا مية مليون مشترك فهذا شيء عجيب قال الكلمة قبل ان يوتيوب وهم اللي يختارون من يخلون يعني بالمنصة وهم اللي يختارون من يرقون طبعا شوي شوي يعني ما كنت راضي ادخل الكلام هذا بعقلي شوي شوي يعني مع مرور الوقت قاعد تطلع ادلة يمين يسار قاعد تطلع ادلة عن سوزن وينجسكي وهم بعد قاعد اتابع يعني بعض القنوات اللي مختصة بالدراما او مختص يعني بموضوع يعني الحقائق هذه او يعني تلفت النظر او انه تجيبه يعني على التوبك نفسها ففعلا بعد التسريب هذا وشيكت يعني وشفت الملفات وتشيكت يعني على شلون قاعد يشتغل الالغوريثم لكن بالنهايه هو النظام اللي تحكم فيه بني ادم هني انا استغربت عموما انه خصوصا ان اداره اليوتيوب يقولون احنا ما لنا دخل بالالغوريثم احنا ما نتدخل ابدا بالالغوريثم الانسان الالي هو اللي يعني يختار القناه هو اللي يسوق حق, حق حق القناه بشكل عام وطبعا هذا شيء جنوني يعني خصوصا ان عامه القنوات سواء كنتم مليون او كنتم مليونين لازم تاخذون الشيء هذا بعين الاعتبار ان في مشكله ترى باليوتيوب في مشكله حقيقيه باليوتيوب اوكي تكلمت مع الاداره بشكل صريح وواضح وطبعا اللي صار في شويه نقاش حاد شذي بالاول والاخير هم ما يدينون لي بشيء وانا لا ادينهم بشيء لكن انا فعلا يعني اشكرهم على بعض النصائح واشكرهم يعني على اشياء واجد هم قدموها لي يعني بالفتره الطويله اللي غبت عنها بالقناه بس يعني انا ما احب ان احد يتشذب علي هذه نقطة لازم تاخذ انا ما احب ان احد يقعد يلف ويدور ويكذب علي وبالاول والاخير يعطيني يعني تقريبا وهم انه ترى كذي قاعد يشتغل اليوتيوب فهني طبعا في اشياء يعني قعدت اخذها بعين الاعتبار وقعدت يعني تقريبا احترز من ناحيه او يعني اخذ احترازاتي من ناحيه الشيء هذا طبعا الشغله هذه يعني اثرت شويه من ناحيه القناه واثرت فيني شوي من ناحيه هم بعد محتويات القناه انه لازم اقل شويه من محتويات القناه انه يكون في ثلاث فيديوهات بالاسبوع هذه شغله اوردي يعني اعتمدتها بعد يعني وقت ودراسه والتحقق يعني من الشيء هذا وفعلا يعني قلت ثلاث محتويات بالاسبوع يعني ما تضر بحاول يعني اشوف شلون يعني راح يكون النظام شلون راح يعني يمشي الاداء وشلون راح يمشي الشغل فهذا هو ومن ضمنهم طبعا راح تكون في حلقه ايلوج ممكن تكون اربع فيديوهات تقريبا يمكن يكون حلقه ايلوج منهم تكون بشكل اسبوعي عموما على التحديث هذا بخصوص برنامج الايلوج لحد الحين انا قاعد أه في شغلة بسويها ممكن إن شاء الله أنكم يا أعزائي المستمعين أنكم تستمتعون فيها أن البرنامج راح يتحول لنظام بودكاست راح يكون بودكاست كذي راح يكون في تقريبا نخبة من الناس راح يشاركون فيها وراح تعتادون أنكم تسمعون أصواتهم وأنا هم بعد من ضمنهم كمقدم للبرنامج وهم بعد كمحاور للبرنامج هذا نفسه أه راح نتكلم مواضيع يعني عديدة بس حد الحين قاعد أشوف الناس اللي يعني اللي أختارهم يكونوا مناسبين للبرنامج هذا نفسه وهم اللي يعني يعطون البرنامج نكهه وحلاوه وهذا الشيء الحلو اللي تقريبا من ناحيه الاشياء اللي انا يعني قاعد انفذها وقاعد ادرسها يعني وقاعد يعني ادرسها واحاول انفذها بس لحد الحين كلامي من يسار من ناحيه أه الاشخاص اللي بيكونون وياي يعني بالبودكاست نفسه شنو يعني النظام شلون الستايل شلون راح يكون شلون استقطاب شلون الامور هذه فكل ان شاء الله يعني راح نشوفه ونطالع عليه يعني بالمستقبل بالاشهر القادمه ان شاء الله باذن الله ما اقول لكم الحين او باكر اقول لكم بالاشهر القادمه عموما آه من ناحيه التحديثات عندي هنا بالقناه يعني قلت لكم انه راح يكون في ثلاث محتويات بالاسبوع فقط آه او ممكن تكون في اربعه على حسب اللي انا قاعد اشتغل عليه او على حسب الشيء الطارئ اللي يجيني لكن بحاول قد ما اقدر يعني اختار اوقات مناسبه حق اذاعه البرنامج انا اشوف ثمان ونص يعني فتره ممتازه من ناحيه يعني نشر الفيديو والاستمتاع بالفيديو نفسه هذه فتره ممتازه وبعد آه عندك هم بعد يعني تجهيزات المكان آه بالامس خربت عندي اضاءه او تقريبا قبل اسبوع وانا قاعد الاحظ الاضاءه هذه ترمش عندي فرحت اليوم اشتريت اضاءه اعتقد آه الوحده بقيمه 6 دنانير ونص اني فعلا مركز على ناحيه الاضاءه هذه لكن قالوا لي باكر استلام الساعه 10 الصبح انا هي إيه اضاءه اساسيه انا مختار اللون الاساسي هذا انه يكون هو اللون المناسب عندي هني حق العمل والشغل والتصوير للامانه لانه فعلا يوم خربت الاضاءه وقعدت يعني تخرب كذي اثرت علي من ناحيه تصوير يعني باماكن معينه يعني في على حسب الفيجن مالي من ناحيه التصوير بالمكان هذا او التصوير بالمكان هذا او شلون راح تكون يعني نظام الحلقه اثرت علي شوي الاضاءه هذه فعلا هي تاثر حير اذا كنت انت انسان مفكر انك تشوف يعني زاويه معينه تناسب يعني الشيء اللي انت تتكلم عنه او تشوف لك يعني مكان مناسب تشوف لك شيء مناسب فهذا هو السؤال شنو تشربون الحين؟ قهوة حارة، قهوة باردة، عصير، بيبسي، او شنو اللي تشربونه؟ هذا السؤال عشان اعرف اذا انتم كنتم مركزين بالحلقة عدل او كنتم مركزين بالفيديو عدل. آه في اغراض البث المباشر ان شاء الله راح توصل على نهايه الاسبوع اعتقد متوقع انها توصل تاريخ خمسة كذي تاريخ خمسة راح توصل خمسة ثمانية جدي. او خمسة تسعة الحين احنا دشينا سبتمبر خمسة تسعة اعتقد انها راح توصل الحين بس بتشيك انا اوردي اليوم دفعت للشحنة وممكن احتمال يعني توصل بالتاريخ هذا او بشكل مبكر لان عندي فكرة من ناحية ادارة بث مباشر عندي بالقناة لان في شغله حلوه صارت باليوتيوب يعني في اشياء حلوه وفي اشياء مو حلوه لكن الشغله الحلوه اللي صارت ان الحين خلاص الناس تقدر تبث على قناه اليوتيوب بشكل آه مريح لا معنى غير عن الكانتك ماتش اي دي والخرابيط اللي قاعد تصير بما ان نيتندو شالت الكانتك آه ماتش اي دي والكوبي رايت والسيستم كلها من اليوتيوب بس خلته يعني تقريبا مانيوال او يعني اداره من اشخاص اذا كانوا يعني اعتدوا على الحقوق الملكيه والفكريه او سربوا يعني تقريبا فيديو قبل الاعلان عن اللعبه او قبل شيء فيكون نظام مانيوال اي يكون يعني نظام يدوي اما الاوتوماتيك اذا كان نظام مانيوال فهو يدار من خلال شخص طبيعي مو انسان الي لان الشخص الطبيعي هو يشوف يقرر اذا كان هذا الفيديو هو ضد الشركه او مع الشركه فيتخذ الاجراء المناسب هني فهذا تقريبا اللي يفرحني يعني في شيء حلو جاء من استديو اذا كنتم تعرفون استوديو اللي هي الخدمه السحابيه اللي طلعت من جوجل ان جوجل تعتزم انها تدش عالم العاب الفيديو جيمز وطبعا انا ايماني صفر من ناحيه الخدمه هذه ان الواحد يستمتع فيها ويستانس فيها والامور هذه عاده اشوف المواقع والقنوات في بعض المواقع والقنوات قاعد تدزه بشكل خيالي لكن أعرف الكونسيومر بيس انه مو راضي على سالفه والله الخدمه السحابيه والسوالف والخرابيط هذه انه والله نتفليكس العاب فيديو جيمز هذا راح اتكلم عنه بعدين بس الشيء الحلو اللي طلع من عنده انه ازالوا جميع الحقوق الملكيه والفكريه واي شركه تبي تنزل على يعني على سبيل المثال تنزل يعني على منصه اليوتيوب لعبه لها او شيء او يعني على منصه جوجل بالامانة تبي تنزل شيء لازم توافق على الشروط هذه ان اول شيء ما تعطون صانع المحتوى كليم او كوبي رايت او انكم تاخذون من عنده الفلوس مجرد انه يعني شارك باللعبه والامور هذه ف وهم يشالون تلقائيا يعني تقريبا من السيستم يخلون الاداره نظام مانيوال فيكون يعني مثل كذي فهذا الشيء الحلو هذا الشيء يعني اللي خلاني يعني افكر اعيد النظر من ناحيه انه ان البثوث المباشره ترجع عندي هني بالقناه باليوتيوب وكذلك هم بعد يكون في اشياء ومفاجات حق اللي يتابعون البث المباشر حصريه حق الناس اللي يتابعون البث المباشر ركزوا بالشيء هذا لان البث المباشر راح يكون بشكل اسبوعي او ممكن يكون بشكل اسبوعي كذي على حسب النظام على حسب شلون راح يكون والساعه المعينه والفترة اللي نقعد فيها نلعب اللعبة او نتخذ يعني تقريبا من اللعبة. أه العدة والاغراض هذه اللي جبتها هي اوردي انا ترى الحمد لله هني شغلي كامل مكمل. الحمد لله شغلي كامل مكمل. بس المشكلة الوحيدة اني انا بطلع سورس سيجنال من الشغلة اللي عندي. يعني على سبيل المثال الحين انا قاعد العب ستيشن 4 برو على 4K HDR او XBOX بوكس 1 اكس على 4K HDR وحاب اطلع سيجنال خاص حق البث المباشر نفسه طبعا الاشياء هذه هي راح تساعدني يعني بالربط والامور هذه لان انا ودي اشوف يعني اللعبه كامل جودتها ما ودي يعني احول والله الريزولوشن على 1080p واروح اضبط البث مني انه يكون 1080p يعني حاب أنه يكون كل شيء يعني جاهز مجهز عندي أما من ناحية الشغلة الإضافية اللي طلبتها وهو طلبت ريمونت كنترول خاص حق التسجيل فقط الريموت هذا وهو راح يسهل علي يعني عملية الوصول للتسجيل بأي وقت يعني على سبيل المثال بقيت أسجل خمس ثواني أو سجلت ست, ست ثواني أو ممكن أسجل يعني على سبيل المثال دقيقة أو ساعة مجرد فقط كبسة الريموت تكون بين يديني انزين فيها بعد مشروع ثاني قاعد اشتغل عليه اللي هو 40 تيرا بايت هذا مشروع هو خصوصا يعني انتم من طلباتكم يا المشتركين او متابعين القناه تطلبون من عندي اني اسوي تاريخ عن سلسله معينه او اسوي شيء المشكله ان ما عندي يعني تقريبا الوقت الكافي اني اسوي عن السلسله بالتمام والكمال لان ليش لان اول شيء راح اقعد اجمع ملفات راح ارد العب اللعبه لأنه تعرفون انا انسان ما اخذ فيديوهات الغير واحطها عندي بالقناه او يعني ابوقها ومنتجها على اساس والله اني انا منتجتها وسويتها وتعبت عليها وسجلت صوت وما ادري شنو وبالاول الأخيرة احطها عندي وبعدين يجيني واحد اجنبي او واحد عربي ويقعد يقول لي والله انت سرقت فيديوهاتي وتصير دراما بالتويتر باليوتيوب بكل مكان هذه آه الاشياء انا ما بيها هني كل شيء موجود بقناه ريد فوكس زيرو وهو اوريجينال أريد يعني في بعض القنوات انا استأذنت من عندهم اذا كنت بحط يعني محتوياتهم لا بد اني اطلب من عندهم الاذن واستأذن من عندهم واشوف شنو طلباتهم اذا كانوا هم يعني موافقين اني احط الفيديو مالهم عندي بالقناه آه الناس تشوفه الناس تستمتع فيه عندي هني بالقناه وهذا الشيء يعني تقريبا حلو شيء يعني ممتع انه يكون في تعاون ويعني لما انا حطيت تقريبا فيديوهات عندي آه عندي تقريبا فيديو كامل اعتقد حق عمر آه إذا اذاكم تتذكرون سالفه بوكيمون جو شلون تتكلم عن شغلة مهمة واشياء يعني واجد فحطيت الفيديو هذا واعطيته يعني كامل الكريدت وما حققت يعني من وراه ابدا آه دخل او يعني اردت تحقيق الدخل من وراء الفيديو هذا ما كان ابدا في تحقيق الدخل تركت يعني كامل الحرية له اذا بيسوي كليم حق الفيديو يحقق الدخل من وراه فهو مرحب بالشيء هذا عندي آه بعد شنو اي نعم طلبت من اجانب استعين من عندهم نموذج من الفيديو نفسه واحطه عندي بالقناة على اساس انه يسند الشيء اللي انا اشرح او اتكلم عنه يكون يعني تقريبا نوعا ما خليط استأذنت من شخصيات عربية اني يعني اخذ من عندهم مقاطع من, من عندهم واحطها عندي هني بالقناة طبعا مع ذكر اسمهم ما كان يعني شيء واجد كان شيء قليل لكن هني عندي انا 100% يعني اهتم بالحقوق الملكية والفكرية واقدر يعني تقريبا تعب الاخرين واقدر تعبي فوق هذا، اني اول شيء ما ابوك شغل الناس ولا الناس تبوك شغلي. فالشذي انولد موضوع ال40 تيرا بايت او يعني مشروع ال40 تيرا بايت او 40 تيرا بايت بروجكت تقدر اسميه شذي. طبعا هو خاص يعني حق القناه وكذلك خاص حق الانستجرام نوعا ما يعني راح يكون شغلتين منفصلات شذي. <applause> قاعد اسجل ملفات حق جميع العاب الفيديو جيم سواء كانت قديمه سواء كانت جديده سواء كانت آه يعني نص حديثه نص قديمه شذي وقاعد احطهم عندي هني واخزنهم اساسا اذا بعدين جيت بتكلم عن سلسله او جيت يعني بسلط الضوء على سلسله معينه وشلون كان تاريخي مع السلسله هذي اشرب لي فنجان قهوه راح يكون على نظام حلقات راح يكون على نظام حلقات شذي. انا فعلا اذا بتكلم عن اللعبه هذه وتاريخي سواء كان يعني متعتي ومعاناتي مع اللعبه هذه راح تكون يعني الفيديوهات يعني تقريبا على نظام حلقات ونظام سلاسل. وهم يعني في شركات قاعدة اتكلم وياهم خصوصا من شركات الصناعه مجال العاب الفيديو جيمز وهم زودوني بعض الاشياء المهمه اللي تفيدني من ناحيه الاستعانه يعني بالاشياء هذه لكن هم وقعوني على NDA دي او وقعوني على شغله معينه اني ما استعير يعني المحتويات اللي هم عطوني اياها نفذ يعني فيها مشروع على سبيل المثال اصنع يعني من عند الصور هذه مجلات واقدر ابيعهم او اصنعهم اوديهم للصين على اساس يطبعونهم على جنطه ويبيعونهم يعني اشياء مثل كذي وفعلا يعني هم فهموا يعني نظرتي وفهموا شغلي واكيد يعني شافوا قناتي وشيكوا على قناتي من ناحيه الاشياء هذه وهم اساسا سعيدين يعني اني قاعد اسوي الشيء هذا وغطيه باللغه العربيه لكن هم بعد تعرفون كل شخص لازم يحمي نفسه حتى الشركات لازم تحمي نفسها <applause> اوكي آه فهذا هو يعني هذه في اشياء الصراحه واجد قاعد اسويها يمين يسار بس ان شاء الله باكر الساعه 9 الصبح اروح اسوي الاضاءه اجيب الاضاءه اركب الاضاءه باماكن معينه على اساس أنه يتناسب مع الضوء او يتناسب يعني مع تسليط الضوء على المكان نفسه وبعد آه هم بعد في اضاءه ان شاء الله باذن الله جايه الشهر القادم اضاءه خاصه يعني تقريبا حق اشياء يعني معينه وما اقول لكم والله السبت بوكس والامور هذه لا لا في اضاءه شويه الموضوع راح يكون شويه جنوني من ناحيه يعني تجهيز الاضاءه خاصه ان تكون اضاءه يعني طويله الامد او يعني طويله المسافه او قصيره المسافه ما ادري طويله الامد اعتقد ان هذا حليب بس مو مشكله الحين شنو قاعد تلعب يا احمد؟ هني السؤال اللي ممكن انتم تسالوني شنو شنو قاعد تسوي الحين؟ يعني بالفترة اللي انتقبت فيها بالقناة. طبعا قاعد العب العاب يعني عديدة، في العاب قاعد العبها على الاكس بوكس 360 وكذلك على البلاي ستيشن 3، استمتعت صراحة فيهم يعني في العاب لأول مرة يعني اجربهم فيها العاب للأمانة ما جربتهم لكن حبيت يعني اني العبهم واستانس فيهم واستمتع فيهم. وبعد يعني بالفتره اللي طافت قاعد نفذ دراسه من ناحيه او يعني قاعد اطبق شيء من ناحيه معالجه صوره الالعاب الكلاسيكيه عندي ممكن انتم تعرفوني بالتمام والكمال اني انا اهتم بامور ان شلون تكون الصوره للمشاهد لان طبعا هذا كان في حديث ونقاش طويل مع احد المطورين وكذلك مع احد الاشخاص اللي كان يدير بالاعلام الامريكي سابقا بسنه 2000 وبدايه يعني سنه 2000 الى 2005 2007 كذي كان يقول لي في شغله غلط بالصوره وفعلا هو اكد لي وطلع لي يعني بعض الاخطاء انه شلون احنا شلون نخلي الكونسومر او المستهلك يشوف انا ما بيعامل يعني الناس ككنسومر او مستهلكين ابي اعامل الناس انهم يستمتعون بوقتهم لكن اهم شيء اهم شيء اهم شيء ان تكون الصوره واضحه لهم ان تكون الصوره يعني أمية بلمية تبين لهم شنو عنصر اللعبه طبعا انا تكلمت عن شاشات الار جي بي عندي اللي انتم ممكن شفتوهم بالفترة الأخيرة عندي بالقناة تكلمت عن شاشات الألعاب فيديو جيمز مختلفة سواء كانت 4K أو كانت اس SDR اقدر او اس دي اقدر اسميها كذي الصوره الاصليه انا قاعد اشوفها 100% لكن انت المشاهد هل انت تشوف الصوره الاصليه حق اللعبه؟ هني السؤال لانه في اغلب تقريبا اغلب القنوات واغلب يعني تقريبا يعني قله من القنوات انه قاعدين يعطون صوره اساسيه يعني حق الشغله اللي هم او يعني حق اللعبه بالاساس انه شلون اللعبه المفروض تكون او شلون الصوره المفروض تكون حق اللعبه وطبعا في قنوات طبعا حذره من ناحيه الشيء هذا شلون تقدم يعني صوره الكلاسيك وفي قنوات لا عادي الوضع عندها عادي وطبيعي انها تحط صوره وايد سكرين وهذا بالعكس شيء عادي شيء حلو اذا انت يعني حطيت وتكلمت عن لعبه قديمه ومو مهتم يعني تقريبا المشاهد انه يركز يعني بادق التفاصيل والامور هذه لكن بالنسبه لي يعني انا فيني شغله الشغله هذه فيني عيب ودي ان كل شيء يكون بالدنيا بيرفكت بس انا متاكد ان امي ما راح يكون بيرفكت فطبعا سويت بعض الاعدادات ممكن انتم تتابعون حسابي بالتويتر او حسابي بالانستغرام راح الشيء الاشياء اللي انا تكلمت عنها انه شلون المفروض ان المشاهد يشوف الصوره هذه او يشيك على الصوره هذه للامانه وما تكلم عن الار جي بي لو وصلت يعني مرحله الار جي بي نفسها او وصلت يعني تقريبا مرحله انك تستمتع بالالعاب بصوره من خلال الفريم مايستر اللي هو الاكس ار جي بي او سي او ريترو تانك او يعني اي جهاز اب يكون موجود يعني حاليا يعني بالسوق او قاعد يباع بالسوق في شغله لازم تعير لها اهتمام في شغلتين ممكن انت تقدر تستمتع بالصوره هذه اذا كانت يعني بيكسل فول بيكسل اقدر اسميها وفي صوره هي راح تفيد المشاهد نفسه اللي طبعا يعني ما وهو يشتري اللعبة او يقول والله انا ما ابي اشتري اللعبة لكن احب يعني اشوف فلان يلعبها او احب اشوف فلان يستمتع فيها وابي اشوفها بصورة اصية طبعا المحاكي يعطيك خيارات حق الصورة الأصيلة لكن الشيء حلو انك انت تستمتع بالكونسول نفسه طبعا الخيارات موجودة مطروحة و... أي متوفرة يعني بكل مكان لكن بالنسبة لي يعني السيت عندي تقريبا الحمد لله يعني كامل بس آه نقل الصوره للمشاهد نفسه هذا الشيء مو كامل عندي عرفت شلون يعني اذا كنت منقل يعني من لعبه يعني على سبيل المثال بتكلم عن لعبه باراسايت ايفا وبسوي لها يعني تقريبا مراجعه وبسوي لها لايف ستريم عندي هني بالقناه فلا بد انها تكون طبق الاصل 100% من النسخه اللي انا قاعد العبها البلاي ستيشن 1 اوكي بس شون تكون الصوره للمشاهد لان في بعض الاحيان يكون تقريبا في بعض التعرجات تكون في بعض المشاكل اللي تطلع يعني من ناحيه اللعبه فاعتقد ان ايميليتر او محاكي البلاي ستيشن 3 وهو صحيح 100% بالمية. مو محاكي البلاي ستيشن 3 اسف آه الايموشن انجن اللي حطوه بالبلاي ستيشن 3 وهو صحيح 100% بالمية. اللي هو الباكورد اي خاصيه يعني دعم العاب البلاي ستيشن 1 و2 على جهاز البلاي ستيشن 3 وهو صحيح 100% للشخص اللي يبي شاهد صورة يعني رقمية بس ما يكون يعني تقريبا في سموثنج والامور هذه في في اشياء يعني كانت موجهة للاعلام يعني معينة فهذا تقريبا اللي ضيعت يعني وقتي فيه يعني شفتوا انا بعد انا ضيعت ضيعت وقتكم وياي من يعني. ناحية اني اتكلم عن خرابيط ممكن الشخص يستفيد من عنده انا احب يعني تقريبا اذكر يعني بعض الاشياء شنو اللي ساعدني هني وشنو اللي ما ساعدني وشنو هذا ممكن في بعض الناس يتجنبون يعني بعض الاشياء هذه بالمستقبل او يعني يفكرون انهم يشوفون شيء معين يستفيدون من وراه بس قلت لكم انا احيانا اضيع وقتي ببعض الاشياء اللي هي تسعدني وانا اضيع وقتي وياها لكن في بعض الناس يعني عندي هني بالقناه يظنون اني قاعد اسوي شيء غلط. وفعلا في اشياء انا اسويها غلط اتفق يعني اتفق ويا وجهه نظرهم. خلوني امش امشي ريجي شوي بماي. اتفق وياهم في بعض الاشياء هي تكون على غلط اسويها بس احاول قد ما اقدر بالاول والاخير اني ارضي نفسي ارضي الناس اللي يتابعون قناتي وهم بعد اسعد نفسي واسعد الناس اللي يتابعون يتابعون قناتي ويستمتعون بالمحتويات اللي انا احطها عندي هنا بالقناه هذا اهم شيء عموما الله يعطيكم العافيه القناه وصلت وسبعين الف وهذا شيء حلو صراحه وان شاء الله منها لا ان شاء الله باذن الله آه انتظروني ان شاء الله في فيديوهات ان شاء الله جايه جديده بالدرب ما اقدر اقول لكم متى اي وقت راح تنزل لنا قاعد مثل ما قلت لكم قاعد اشيك على بعض الاشياء عندي بس ان شاء الله باذن الله قريب وبنزل فيديو ان شاء الله والله يعطيكم العافية وبإذن الله أشوفكم مع فيديو جديد، الله يعينكم سبعة دقيقة